أوعية اقتصادية وأوعية ادخارية كتير تم طرحها في الفترة الأخيرة. حصيلة الأولية قربت 50 مليار جنيه. المصريين اشتروا شهادات بهذه القيمة ومتوقع أنها تزيد في الفترة القادمة. متخيلة الحصيلة دي؟ ليه الإقبال عليها كده؟ شراء الشهادات، الحصيلة دي مناسبة لما تم طرحه ولا لا؟ متوقع أنه يكون الموضوع أكتر؟ احكي لي بقى التفاصيل. هو في الحقيقة طبعا ما نعيشه في 2023 و2022 هي في الحقيقة أعوام قاسية جدا. خلينا نبتديها من قبل كده، من أيام الكورونا كان ليها تبعيات اقتصادية، جينا في 2022 الحرب الروسية الأوكرانية والموجة التضخم اللي تبعتها أو اللي تسببت فيها الحرب دي، يمكن أثرت على الدول المتقدمة والدول الناشئة ضغوط كبيرة جدا اقتصادية، معدلات نمو عالمية بتتراجع. في الآخر بيجي بقى المواطن النهاردة أنا أعمل إيه؟ فالدولة المصرية بتقوم بدورها في إن هي تحاول تعوض المواطن عن الأعباء وعن تبعيات هذه الأزمات بإن هي مثلا بتطرح شهادات مرتفعة القيمة. فالنهاردة المواطن بيقدر يلاقي حاجة تساعده في أعبائه اليومية. يعني إحنا دايما حضرتك لو تلاحظي حتى من السنة اللي فاتت كانت الشهادة بعائد شهري أو بعائد سنوي. نعم. العائد الشهري ده كثير من المواطنين المصريين النهاردة بيعتمدوا على هذا العائد في أن هم يقدروا يساعدهم على أعباء الحياة. النهاردة ده جزء من دور الدولة، يعني حتى دايما هتلاقي دايما الدولة بتتعهد في وقت الأزمات أن هي هتدعم المتضررين وهتدعم طبعا. ودايما بتشوف الناس اللي تحت خط الفقر ودايما بتدعم، وبرامج اجتماعية لدعم المواطنين اللي بيتأثروا بالأزمة. ففي الحقيقة يمكن أنا شايفة أن طرح هذه الشهادات يعتبر أحد أهم العوامل لمساعدة المواطن المصري. طيب لما بنيجي بنقول كده وبنقول ان في بنلاقي انخفاض قوة شرائية للعملة مش بس على المستوى المحلي، احنا بنشوفه على المستوى حقيقي في كل الدول بشكل او باخر، واحنا شايفين ان الناس خلاص اتعلمت بقى تقول لا ما تطبعوش فلوس، احنا خلاص بقينا فاهمين الامور بتبقى ماشية ازاي. متخيلة ان الناس بتقبل على شراء الشهادات السنوية ولا الشهادات الشهرية؟ في الحقيقة يمكن ألف ب استثمار كنا دايما بنقول ما ينفعش أقول إن الشهادات دي أحسن من الشهادات دي. دايما في حاجة اسمها احتياج للمواطن أو احتياج المستثمر سواء في المدة. يعني أنا النهاردة ما ينفعش يجي مستثمر يقول لي أنا عايز أستثمر فلوسي في أصل ما، لازم أسأله هل حضرتك محتاج الفلوس دي بعد قد إيه، أو احتياجاتك الشهرية قد إيه، هل محتاجها بعد فترة طويلة؟ فترة طويلة دي بنقيمها على إنها 3 سنين، ولا هتكون محتاجها في خلال سنة؟ فبالتالي فكرة النهاردة احتياج المواطن هي دي اللي بتحكم قراره الاستثماري في ان هو يستثمر في ده او في ده. وخليني اقول لحضرتك على حاجة، جزء كمان من الاموال اللي خارجة من شهادات ال 25 من المتوقع ان طبعا الجزء كبير هيروح ناحية الودائع البنكية، وجزء اخر هيبتدي المستثمر او المواطن المصري ينوع استثماره، والاقرب الى قلب المواطن هو الذهب. فدايما هنلاقي جزء المواطن هيحط ودائع بنكيه عشان خاطر يغطي احتياجاته، وفي نفس الوقت برضه الناس بتتعامل معاه زينه وخزينه في نفس الوقت. بالظبط كده، زينه وخزينه، مخزن للقيمه. هو مخزن للقيمه للمواطن. وخليني اقول لحضرتك كمان على اليات جديده، في مثلا شاب بسيط معهوش يجيب الذهب سواء سبيكه ولا جنيه او خلينا بقى نتكلم على مستوى المواطن البسيط. النهارده الدوله المصريه يمكن والجهات الرقابيه سمحت بانشاء صناديق بتتعامل في الذهب. ازاي؟ في صندوق بياخد تم الاعلان عن صناديق. النهارده المواطن يقدر يروح يشتري وثيقه الصندوق ده، الوثيقه بحوالي 12 13 جنيه دلوقتي. النهارده انا معايا 1000 جنيه وعايز استثمر في الذهب، بس لازم ابقى عارف ان انا وانا بستثمر في الذهب، الذهب استثمار على المدى الطويل. طب مش هستنى النهارده سعر الجرام طلع سعر الجرام نزل، لا. فبيشتري هذه الوثائق وبيتعامل معاها بفكرة الجمعية. أنا كل شهر هحوش، هروح بدل ما كنت بروح أعمل جمعية مع أصحابي واجي في آخر المدة أخد المبلغ، لا أنا النهاردة هعمل جمعية، هحوش واشتري وثائق الصندوق، واللي الصندوق ده هياخد فلوسي ويستثمرها في الذهب. فبالتالي النهاردة قدرت أخدم جميع فئات المجتمع، ما مش كل الناس معها ملايين. طب في ناس بسطة ولا ألوفات، في ناس بتحاول تحافظ بالزبط على قيمة فلوسها حتى لو ما كانش عندها الهدف الاستثمار يعني وانها تعظم مواردها، لكن بتحاول تحافظ على قيمة الفلوس. خليني أفاجئ حضرتك ان معدل الشباب
اللي ابتدى يبقى عندهم وعي استثماري. يعني انا مثلا في مجالي في البورصه النهارده بنعلن عن ارتفاع اعداد المكودين او الناس المستثمرين الجدد اللي دخلوا واستثمروا في البورصه. إن السنه دي بس مثلا في 2023 381 الف، ومنهم الغالبيه لما نيجي نشوف كده تقسيمتها بالفئه العمريه هنلاقيهم من 18 ل 35. فبالتالي دي فكره بتدينا وعي ان النهارده ابتدى الشباب يفكروا بطريقه مختلفه، ابتدوا النهارده انا هروح البنك او هروح استثمر في اذون خزانه او هستثمر في صندوق الذهب بما اني انا ما اقدرش اروح اشتري الذهب كاصل. فالنهارده في اليات كتيره قوي بس هي محتاجه وعي للمواطن. صحيح.